عم نقرب كده نشوف. اهو الدبان مات فيها حشرات، اهو اتنين ميتين ميتين يا جماعة، ميتين ميتين. شوف حضرتك ازاي الجو حر نار، الحمام هيموت من الحر. الجو النهاردة درجة الحرارة في اشد درجات الحرارة، احنا لسه في شهر 6، لكن موجة حر مفاجأة، فعلا فعلا مفاجأة جدا. النهاردة درجة الحرارة عالية جدا جدا، كان لازم اتصرف. وهنمشي ازاي طوال ايام الحر اللي هو احنا لسه يعتبر لسه ما بدأناش في الصيف الفعلي، لكن النهاردة احنا في شهر 6. طيب هنبدأ بعد كده. لو انت بتأكل الحمام في الحر، لا أكل الحمام الصبح بدري او بالليل او اخر النهار، يعني المغرب او قبل المغرب. ولو اني ما فضلش انك تأكل في الوقت ده، الوقت ده اللي الحمام بيبيض فيه، فيفضل ان انت بعد المغرب او الصبح بدري. ارجوك اعمل لايك للفيديو علشان الفيديو يوصل لمعظم المشاهدين. طيب اكلنا الحمام، انا اكلت الحمام الساعة 8 الصبح، ولو انت اكلت بدري عن كده يكون افضل كمان قبل الحر ما يطلع على الحمام. لو انت بتغير مية الحمام مرة واحدة، لا الوقت في الحر ده هتغير المية مرتين او ثلاثة في اليوم. فانا هغيرها مرتين، غيرها الصبح وغيرها مثلا اخر النهار كمان مرة، تمام؟ لان المية بتسخن جدا في الحر ده، وما تخليش المية تبقى في الشمس، يعني ما تحطش مسائي في الشمس خالص. واوعى ان انت تقول اما احط لهم مية باردة من التلاجة او مية متلاجة او تلج او حاجات زي كده، لا بلاش، حط مية طبيعية من الحنفية عادي. خد بالك لو الحمام شرب المية السخنة هيعمل اسهال مائي وهيشرب مية كتير في الحر ده، الحمام هيشرب مية كتير في الحر ده ويعمل اسهال مائي. فانت تعمل ايه؟ تستخدم محلول معالجة الجفاف. هو 10 اكياس اهو ب 12 جنيه، دلوقتي سعره 12 جنيه النوع ده. هنحط كيس منه على لتر مية. ده لو الحمام بيشرب مية كتير هيخليه يبطل شرب المية كتير، ولو بيعمل اسهال مائي هيخليه هيمنع الاسهال المائي. ده هيحميك من السالمونيلا، يحمي الحمام من السالمونيلا، وفي نفس الوقت هيمنع شرب المية كتير اللي هو بيسبب الاسهال المائي، اللي لو انت ملحقتوش ممكن يوصل للجفاف وبالتالي ممكن يوصل للروشة، تمام؟ يبقى ده محلول معالجة الجفاف، هتستخدم كيس منه على لتر المية في الحر ده، مش شرط كل يوم يعني، لكن في الايام الحر الشديدة جدا. طبعا انا في محافظة دمياط، محافظة يعني ساحلية، فدرجة الحرارة اخف من محافظات تانية او من دول عربية تانية كتير. الناس اللي بيتابعونا من دول الخليج طبعا فيهم اللي مربي مركب تكييف ده، تمام؟ وطبعا في الناس التانية اللي هي مربية زينا عادي تربية عادية، فطبعا ده محتاج ان هو يستخدم المحلول معالجة الجفاف ده او اي نوع تاني. ده شكل الاكياس، ده هيعوض الحمام من الجفاف اللي ممكن يحصل له. مهم جدا يا جماعة ان انت تعوض الحمام في الحر ده بمحلول معالجة الجفاف، مهم جدا جدا يا جماعة. اللي انت شفت الحمام بيشرب مية كتير في اي سبب بيشرب مية كتير، يبقى على طول تلحقه بمحلول معالجة الجفاف ده، ولو بيعمل اسهال مائي برضه تلحقه بمحلول معالجة الجفاف ده. اسرع حاجة هتعالج لك الموضوع ده هو محلول معالجة الجفاف. حطيت هنا كيس من محلول معالجة الجفاف وهنملى عليه المية وتحطه، وريحته حلوة جدا زي البرتقال، ريحته جميلة جدا. هو اصلا بيستخدم بشر يا جماعة، عشان في اللي هيسأل الكيس محلول معالجة الجفاف ده ايه، ده من صيدلية بشري، بيعالج الجفاف جدا عند الاطفال، ممتاز جدا. اهو هنقدم المية للحمام. طبعا الحمام لو كان قدامه مية سخنة مش هيشرب منها، هيشرب من المية اللي انت حاططها جديد، لكن مش هيشرب من المية القديمة. الحر اللي احنا فيه ده لو انت بتحط 2 لتر هتحط 4 لتر في الحر اللي احنا فيه ده. بعد ما الحمام ياكل ويشرب، طيب هعمل ايه؟ لكن هستنى لما الحمام يشرب اصلا المايه بالمحلول، علشان لو انا حطيت له مايه دلوقتي يستحمى فيها الحمام ممكن يشرب منها، فانا عايزه يشرب المحلول اللي انا عامله في الميه ده. لما يخلص شرب هملى الاناء ده ميه او التشت بتاعنا ميه واسيبه يستحمى فيه. بالجو الحر ده هنرحمه في الحر ده. طيب انت هتقول لي طب انا مربي في سلكات، حد هيقول لي انا مربي في سلكات كده، طب احمي الحمام ازاي؟ هقول لك تحمي الحمام ازاي. ممكن تمسك فرد فرد، لو انت عايز يعني تحمي الحمام عندك صبر تحمي فرد فرد، حمي الحمام فرد فرد. ما فيش عندك بقى مستعجل، يبقى لازم يكون عندك بخاخة زي دي، هتملها مية وترش على الحمام. طيب قبل ما احط المية هحط ايه، شوية ملح كده، كبشة ملح
فهحط عليه الميه، دي الميه اللي الحمام هيستحمى فيها، وهحط حوالي كوبايه خل، خل ابيض يعني علشان ما نكلفش الموضوع، يعني اي خل عندك اهو، حطيت شويه الخل، خل ابيض عشان ما نكلفش الموضوع، كده كده الحمام هيستحمى منه، هو ملوش فايده اكتر من انه هو الحمام يستحمى فيه، ولو في حشرات يعني خرج الحشرات لكن مش بنسبه 100%. يعني هقول لك دلوقتي لو انت عندك حشرات كتير تخرجها بايه. طيب هنقلب الملح، طبعا انا جايب ملح خشن من عند العطار، قلب الملح ونسيب الميه دي الحمام يستحمى فيها، لكن طبعا بعد ما شرب الميه اللي فيها محلول معالجه الجفاف اللي هي في المساء دي، وطبعا الملح، الملح اللي محطوط على الميه دي فما يكونش الحمام حابب الميه دي قوي، نسيب له برضو الميه بتاعته يشرب منها، لازم تسيب الميه اللي فيها محلول معالجه الجفاف ان هو يشرب منها عشان ما يشربش من الميه دي يلاقي ميه تانيه يشرب منها، تمام. وهنكمل دي ميه دلوقتي علشان الحمامه تغطس ببعضها، الحمامه يطولها الميه من كل جانب. كملناها ميه وهنسيبها تبات قدام الحمام، الحمامه اللي عايزه تشرب هتشرب من الميه بتاعتها، وعايزه تستحمى هتستحمى من الميه بتاعتها. الميه دي ممكن تاخد منها تملى منها البخاخه وترش على الحمام اللي في سلكات، تمام، ده في الظروف العادية. لكن لو في حشرات كتير هتعمل ايه حضرتك؟ هقول لك في البخاخة، نفس البخاخة برضو بدل ما تحطي فيها مية باللي بملحة دي هحط فيها الدواء اللي هقول لك عليه دلوقتي ده. طبعا ممكن تشتري بالسنتي، هتستخدم مبيد حشري هتجيبه من عند البيطري، من عند البيطري بأكد تاني، اسمه فوكسين او سيباسيل، هسيب لك صورتهم دلوقتي على الشاشة، العلب بتاعتهم، وترش بمقدار 2 سم على اللتر، يعني بتاخد 2 لتر هتحط عليها 4 سم من فوكسيم او سيباسيل، وترش على الحمام زي ما انا هرش دلوقتي. انا هغسل الحمام وهرش تماما على الحمام والزغاليل وحتى على البيض، ده امن جدا جدا يا جماعه، الناس اللي ما جربتوش وانا عملته في فيديو قبل كده، الناس اللي لسه ما جربتوش تجربه، وزي ما بقول لحضرتك امن جدا جدا، هترش منه على الحمام وعلى السلكات وعلى جميع المكان اللي عند حضرتك. هيقضي على الفاش لو في فاش، لو في ذبابة الحمام هيقضي عليها، لو في سوس في الارض برضو رش ما تخافش منه، اغسل المكان منه ما تقلقش، وده ممكن تكرره 3 مرات كل 5 ايام هيخلص على كل الحشرات، فلازم تكرره 3 مرات كل 5 ايام، 3 مرات كل 5 ايام من فوكسيم او سيباسيل اللي تلاقيه متوفر عند حضرتك او عند البيطار اللي هو جنبك. وانا هملأ البخاخة دلوقتي وهرش منه زي ما قلت لحضرتك دلوقتي. انا حطيت فوكسيم او سيباسيل في البخاخة بتاعتنا، والحمام المحبوس في سلكات زي كده اهو يا جماعة، شوف مباشر على الحمام ما تخافش ابدا، الحمام راقد على بيضة اهو. هحمي الحمام ده زي ما حميت الحمام اللي هو هيستحمى في المية بتاعتنا اللي هي دي، الحمام اللي هيستحمى هنا احنا هنحمي الحمام برضو المحبوس كده بالشكل ده بالبخاخة بتاعتنا، هنرشه تماما. لو عندك اي حشرات الحشرات هتروح، لو مفيش حشرات رش ميه عاديه خالص برد الحمام، او خد من الميه اللي هي فيها خل وملح اللي انا حاططها في الطشت دي، مش مهم الفوكسيم او السيباسيل طالما مفيش حشرات. لكن لو هترش منه انا بقول لك اهو ده انا حاطط فيه المبيد الحشري ده، مفيش منه مشكله مفيش ضرر. هرش هنا كمان على الحمام ده اهو، هرشه في الزغلول الصغير، هرش عليه لو في اي حشرات، مش هتلاقي اي حشرات اهو، حمي الزغلول كمان ازاي، رشته ميه تماما، والاهالي كمان اهو. طبعا انا رشش من مده قليله فما فيش حشرات يعني الحمد لله، لكن انا اقصد النهارده ان انا ارش ميه على الحمام، عايز ان انا ابرد جسم الحمام اهو، كل السلكات وكل المكان، ورش الحيطان ورش كل مكان. حتى فيها جماعة اهو زغاليل صغيرة، زغلول فائز صغير اهو، انا برش رشيت الاهالي ورشيت برضو حتى لو جت مية على البيض والزغاليل اهو، شوف ازاي، ما تخافش من حاجة، انا نجرب قبل كده، هو الجو حر ما تخافش من شوية المية دول. لو انت الحمام السايب اللي عندك فيه برضو حشرات، شوف
هتعمل كده، ترش مباشرة على الحمام وهو واقف كده في المكان. رش ما تخافش، خلي الرش يجي على جسم الحمام بالمبيد الحشري ده اللي قلت لك عليه، فوكسيم أو سيباسيل، مش هتلاقي بعد كده أي حشرات في الحمام. ده يمكن أنا مجربه يا جماعة، دي رابع مرة إن أنا أرش منه. زي ما قلت لك رشيته قبل كده 3 مرات كل 5 أيام مرة، قضى تماما على الحشرات. بس أنا بقول لك تعمل إزاي، آمن آمن جدا ما تقلقش، وعلى الزغاليل وعلى البيض كمان آمن. يعني مش معنى كده إنك تتعمد ترش البيض يعني، لكن بقول لك لو جه عليه برضو البيض بيفقس. شوف هنا الزغلول ده بعد ما رشيته، رشيت حمى يعني، رشيت رش حمى باللي هو الفوكسيم او السيباسين. تعال اما نقرب كده نشوف، اهو الدبان مات فيها حشرات، اهو 2 ميتين، ميتين يا جماعه، ميتين ميتين. شوف حضرتك ازاي مش متخدره بس، لا ميته، الحشرات ماتت اللي في جسم الحمامه تماما اهو، شايفها؟ ده ذباب الحمام، ولو في فاش طبعا الفاش اضعف من ده. ديت اخطر حاجه واكبر حاجه، اقوى حاجه ان هي اللي بتيجي للزغاليل، ومن ضمن الاسباب هي والناموس، من ضمن الاسباب اللي هي بتنقل الجدري للزغاليل. اللي يقول لك الزغاليل كلها دايما عنده الزغاليل مليانه جدري في الصيف، بيكون سببها الحشرات. السنه ده اول سنه استخدمه، لكن 4 مرات النهارده برشه، وما شاء الله آمن. وزي ما حضرتك شفت كده حشرات ماتت في جسم الزغاليل، وطبعا على الحمام الكبير وفي المكان وفي كل شيء. طيب ما ننساش نأكد على معلومة يا جماعة، مية اللي هيشرب منها مية الشرب لازم تبدلها 2 أو 3 مرات في اليوم، 2 أو 3 في اليوم. زي ما بقول لحضرتك كده، بدل مية، ما تسيبش المية تسخن زيادة عن اللازم، تغيرها 2 أو 3 في اليوم، وحاول كل كام يوم تعطي كيس محلول معالجة الجفاف في المية. مش شرط كل يوم يعني، يعني نقول مثلا 2 في الأسبوع ضيف محلول معالجة الجفاف. وبلاش تحط المية في الشمس، لو في الشمس بتنزل عندك تصرف في أي مكان ظل ما يجيلوش الشمس، حط فيه المية أو المسائي بتاعة الحمام. بس كده خلصت النهاردة موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.